خلونا نستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتعرف بيكي؟ معلش. خلاص تحت امرك. طب كام سنه؟ 28. مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه عن حب؟ لا. بالك قد ايه متجوزه؟ بقالي دلوقتي 9 سنين و10 سنين. بقالك كام؟ 9 سنين و10 سنين. تسع سنين او عشر سنين. انت قلتي عندك كام سنه؟ 28. انا سمعتها 22 فانا قلت ازاي 9 سنين. طيب انا تحت امرك اتفضلي. طيب انا اولا مش واضع جوزي ده عن حب. خطوبه قبل كده. واحد كنت بحبه قوي. حصل بينا يعني وقفنا في الجوازه دي كده. حصل بينكم علاقة؟ لا خالص. طيب. زي أصلا كان بيحافظ عليا قوي وكان بيغار عليا جدا وكان إنسان راجل كده. كان في كل الصفات الكويسة بصراحة يعني. وبعدين سيبنا بعض وبعدين عانيت مع بابا وقلت أول ما حد يجي لي هوافق عليه وكده. جالي واحد ودلوقتي يعني. خطبت واتجوزت وسمعت عنه كلام كتير ان هو ما كانش يعني مستبد في شغله ووالده قال لي عليه حاجات كتير قبل الخطوبه. قلت له ان شاء الله يا انا يعني هنعيش مع بعض يعني ان شاء الله هغيره يعني. وبعدين طبعا اتجوزت اسامه وقال لي يعني ايه بدانا اول حياتنا في دماغه ان انا هفضل عايشه مع بابا. طبعا قلت له لا مش هينفع خالص. احنا عايشين مع باباك وكده. انا عايز اعيش مع حد مع بابا يعني يعني حد بابا اللي يصرف عليك. كنت قعدت في البيت وكده. انا عايزك انت تشتغل وكده. بالفعل يعني انا بجد بقى ايوه بالظبط يا اسامه اللي انا عشتهم كويسه. وبعدين طبعا شفت على حقيقته وبالظبط على حقيقته. حقيقته بقى اللي ضايقتك اللي هي ايه؟ ان هو ما بيشتغلش مش ثابت في شغل ولا حقيقته ايه تاني؟ لا حقيقته ان هو مش عايز يشتغل يعني ايه اتضايق مني ان هو رفض ان انا اعيش مع بابا او كده. انا رحت لبابا وقلت له انا اخدمك وكل حاجه وانت فوق راسي بس انا عايز احط ايدي في ايدك. ايدي في ايدي ويغيره يعني نغيره يعني خليه يعتمد على روحه كده. طبعا خسر بابا حاجات كتير جدا. المهم اشتغل واول شغل كان جيب مرتب يعني كده بس كنت طايره بيه فرحانه وعشت كويس قوي يا بعدين بجد بس بقى يعني كان اي حاجه بقى بص كان ضرب وتهزيق وشتيمه يعني حاجه غير اللي انا كنت متوقعه. طبعا ما اقدر ان انا اقول لحد او ارجع البلد لان خطيبي من البلد وانت عارف التقاليد بقى وهم ده معاشك هيجيبوا لي التهمه في الواحده. هي اللي انت كنت هتعمل عليها اللي انت كنت هتموت نفسك عليها هي ما حشتش ما سدتش. انا عشت قسيمه وكده. المهم خلفت انا عندي بنت ولد. خلفت بنتي. وبعدين غضبت مره عند بابا ورجعت تاني. ما قلتش اي اسباب يعني مده الغضوبه يعني كنت خلاص قلت مش هرجع تاني اني تعبت بجد. فضل بقى معايا ما رجعت يعني من عند بابا وكده. قلت له يعني المده اللي انا غضبت فيها طلع كلام كتير هو ده طلقت ومش طلقت والكلام بتاع الناس وكده. وانا بحب بابا قوي اسامه بحب قوي بابا بخاف عليه على مامتي جدا. فبرضه سبتي البيت ورجعتي تاني لجوزك علشان باباكي ما يسمعش كلام تاني مش كويس. ايوه بس فانا رجعت البيت وكده وعشت معاه. ساب يشتغل كتير جدا يا اسامه وساب الشغل كتير جدا في شغل. طب بيسيب الشغل ليه؟ ايه اللي بيخليه يسيب الشغل؟ مش عارفه ليه يا اسامه هو بيحب التجاره يعني بيحب يعني هو يروح يشتغل موظف ويسيبها عشان عايز يشتغل في التجاره. في التجاره. طب ليه مش فالح في التجاره؟ مش عارفه والله اسمها يعني حاول يتاجر في حاجه وما نفعتش. ايوه هم تجار هو بيتاجروا في فاكهه
كده. يعني هما تجار وهو افسد شغل ابوه يعني ما عرفش يشتغل مع لا ابوه. لا 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 بابا حدش هو بوست هما بيحبوا التجارة هنا يعني. الحته دي بيحبوا التجارة. هو معاه شهادة يا اسامة شهادة كويسة جدا. ايوه طب مش بيتاجر مع اهله؟ لا 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 لوحده. لوحده. مع نفسه اه كل واحد معاه في حاله كده. ولكنه فاشل في التجارة مش ناجح. خسرنا كتير يا اسامة خسرنا. انا بعت يا اسامة ذهبي من ورا والدي. والدي لغاية الان ما يعرفش. سددت له حكي يعني سددت له كتير وقفت جنبه كتير. كل ده يا اسامة بس هو حابب واحد بيبعد عننا عادي يعني ما ممكن يقعد بقى شهر شهرين بره ما يسمحش عننا حاجة عادي عنده يعني. المهم يا اسامة فظهر في حياتي شخص جد بقى كان مهتم يعني بس يعني خوف هو عارف عارف الجامعين وكده وبقى يشوف شيف يعني بقى يسمع او تحمله تعامله ده يسمع كتير عني يعني ولا مش تستاهل كده. وبصي يا اسامه اقرب الناس لي اقرب الناس لي بقوا انت زيت على الوقعه دي ده انت ما تستاهل يعني بصي بقى يقولوا لي كلام انا بقيت انا يا اسامه اتضايق منه يعني بقيت لا ان شاء الله يبقى ان شاء الله يبقى كده فاهم. فالشخص ده بقى بجد حماني من ناس كتير قوي يعني كتير جدا. حماكي ازاي من ناس كتير؟ عمل ايه يعني؟ لا بقى ينصحني لا الشخص ده بجد غرضه مش كويس ما تتكلمش معاه ما بصي بقيت يعني هو احنا بقينا نتكلم مع بعض عادي واخدها صداقه يعني مش ان انا حابه كده. وبعدين؟ حبيت ان شاء الله مره. طب وبعدين؟ بعدين طبعا قرف حياتي قوي يا اسامه ويعني خش في حياتي قوي يعني بس بقى كل حاجه حكايه له في مشكله بجد بقى يقول لي اصبري ان شاء الله ربنا ييسرها ان شاء الله بكره يتظبط هيبقى كويس يعني بص بقى كنا نصايحه كتير كتير جدا بس اللي انا عرفته بقى قريب يا اسامه ان هو بجد يعني من كتر يعني اهتمامه بيا وعلاقته بيا ويعني مش علاقه يعني اتعرفنا على بعض وكده بس انا متضايق يعني انا حاسه ان يعني غلط ومش عايزه اجرح الشخص ده لانه ما عملليش حاجه وحشه مش عارفه فمن بجد بجد كان نفسي أو اكلمك انت تسالني يعني هو قال لك عايزين نبعد مع بعض عن بعض هو لا ده انا طلبت بس بجد يا اسامه مش بس كتير يعني اقول له معلش انا ما اقدرش اكلمك ويعني عشان ايه يعني طيب. استحرماها وكده يا اسامه فاهم خليني اقول لك يعني اسهل حاجه يعني في الحدوته انت بتمر بتجربه وحشه جوزك مستهتر شويه مغامر حبتين مجنون في التجاره بيخسر كتير ولكن دوام الحال من المحال ياما ناس كانت بتخسر كتير وبتخش في مشاريع كتيره وبتخسر وخلافه وربنا كرمهم والزمن علمهم ووقفوا على رجليهم وبقوا زي الفل. اهم حاجه انك تصلحي علاقتك الزوجيه بجوزك تصلحي علاقتك الانسانيه بجوزك انه لا يمد ايده عليكي ولا يضربك ولا يشتمك ولا 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 حاجه من دي. طول ما انت شايفاه انسان ناقص قليل خايب ضايع عمرك ما هتعرفي تحبي الانسان ده حتى لو هو نفسه يبقى كويس. وعايز اقول لك حاجه كمان انت بتقولي انا خدته كده وامري لله كل الناس تقول لك كده انا اصلي اتخدعت او ما عرفتش اتجوز الانسان اللي بحبه فخدت ده وقلت عندي في نفسي. انت متخيل انك بتعندي في نفسك؟ لا انت بتعندي عليه كمان. متخيله ان الراجل اللي جات تقدم لك وتجوزك ده مش حاسس ان مراته ما بتحبوش؟ انتوا ليه دايما بتتخيلوا ان الست هي اللي بتحس والراجل ما بيحسش؟ الراجل لما بيحس ان مراته ما بتحبوش واتجوزته بيوصل لمرحله من المراحل بيبقى عايز يرضيها باي شكل. المرحله دي ما بتطولش لانه بيلاقي ما فيش نتيجه فبيبتدي يتقلب على الجنب التاني او على الوش التاني ويبقى انسان سيء لانه مش محبوب. وبالتالي لو كان فاشل يبقى فاشل اكتر ما يبقاش ناجح. لو كان اساسا ما بيعرفش يعبر عن مشاعره يبوظ اكتر. فتاكدي ان انت ليكي ايد كبيره في اللي بيحصل ده. مش معنى انك ما حبيتيهوش وانك ما اديتيلوش الحب تنتظروا منه انه يبقى الملاك الجميل الوديع والزوج الحنين. كنت هتكرهيه اكتر عشان تبقي عارفه.
حاولي تصلحي حياتك الزوجية بدل ما تخشي في علاقة تانية تدمر لك حياتك الزوجية وحياتك كلها وسمعة عيالك. مش ده الباب اللي تطلعي منه. أنا أكرم لي إنك ترجعي بيت أهلك ويقولوا اتطلقت، ولا إنش جوزك يرجعك بيت أهلك عشان أنتي خنتيه وترجعي بفضيحة.